بداية يعني اسمح لي أن نبدأ هذا اللقاء يعني بالتعزية مرة جديدة لأهالي الشهداء العراقيين الذين ارتقوا نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، متمنين أيضا للجرحى عاجل الشفاء. كذلك هذه التعزية ذكرها وذكرت بشكل رسمي على لسان وزير الخارجية التركي وعلى لسان السفير التركي في العراق، وكذلك على لسان القنصل التركي في الموصل، وكذلك القنصل التركي في أربيل. وبالتالي اليوم تركيا تقف إلى جانب ذوي هؤلاء الضحايا، إلى جانب الجرحى، وتركيا مستعدة حسب ما عرفت من معلومات أن تقدم كافة الدعم الطبي الضروري إذا طلب منها من قبل الجهات العراقية المعنية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليس فقط ما يؤكد أن هناك لعبة يعني سيقت خلال الساعات الماضية لاستهداف تركيا إعلاميا وسياسيا من خلال هذا الهجوم الإرهابي، أنه في اللحظة الأولى قيل أنها طائرات هي التي قصفت هذا المجمع السياحي، طائرات تركية، وإذ بتصريحات أخرى خلال الساعات الماضية تقول أن من استهدف هذا المجمع السياحي هي مدافع تابعة للجيش التركي. وهذا ذكره أحد يعني المسؤولين وأحد الصحفيين، وقال أن مدافع تركية. وبالتالي ما أريد أن أقوله أن هناك تخبط بهذه الرواية، تارة يقولون مسيرات، وتارة يقولون طائرات نفاثة، وتارة يقولون مدافع. وبالتالي هذا التخبط يؤكد أنهم يعني من يقول هذا الكلام مهما كانت الجهة، سواء كانت رسمية أو شعبية أو صحفية أو إلكترونية أو نشطاء، من يردد هذه الرواية متخبط ولا يملك معلومة حقيقية تثبت أن تركيا هي التي استهدفت هذا التجمع المدني، هذا التجمع السياحي. طبعا هذا الهجوم هو هجوم إرهابي كائنا من كان من فعله. الثابت لدينا سيدي الكريم، الثابت، وليس دفاعا عن تركيا وليس لدفع التهمة عن تركيا، ولكن الثابت معلوماتيا واستخباراتيا وإعلاميا وتصريحات الشهود في تلك المنطقة. كلنا نعلم أن هناك يعني في تلك المنطقة يعني كثير من الشهود الذين تحدثوا للإعلام خلال الساعات الماضية. كل هذه المعطيات تؤكد أن من استهدف هذا التجمع السياحي هي تنظيمات إرهابية، وخاصة بالتحديد تنظيم PKK الإرهابي، ما يعرف بحزب العمال الكردستاني. هذا ثابت. المشكلة أن سيقت أو حاول البعض في الداخل والخارج استهداف تركيا إعلاميا والقول أن تركيا هي التي يعني قصفت هذا الأمر. هذه التهم ليست تهم عابرة، والحملة الإعلامية التي شهدناها ضد تركيا والتحرك الجزئي وبعض الحركات التي رأيناها حتى بعد التحرك الغاضب إذا صح التعبير من وضع العلم التركي على الأرض في بعض المحال، ونشر الصور على مواقع التواصل، حرق العلم التركي، الكتابة على بعض المحال التجارية ممنوع دخول الأتراك، هذه الحركات ليست حركات شعبية يعني غاضبة من الحدث أو غاضبة من تركيا على الإطلاق. هذه الحركات تقف خلفها جهات محددة تدرس ماذا تفعل في محاولة منها ليس فقط لاستهداف تركيا ومحاولة تشتيت تركيا عن تحركاتها ضد الإرهاب، بل محاولة لضرب إسفين خطير بالعلاقات التركية العراقية. هناك جهات إقليمية وجهات داخلية وجهات أرجنتينية إذا صح التعبير لا تريد للعلاقات التركية العراقية أن تكون على مستوى جيد. الجانب التركي سيدي الكريم وبشكل رسمي أعلن استعداده للمشاركة بلجنة تحقيق، على تم ذلك على لسان وزير الخارجية التركي بتصريح رسمي. وبالتالي الكرة الآن بالملعب العراقي، بملعب الحكومة العراقية المركزية، هي المطالبة بالتحرك والاستجابة للمطلب التركي إذا كان هناك من يريد كشف الحقيقة في بغداد. وبالتالي أظن أن كشف الحقيقة بمصلحة الجميع إلا إذا كانت هناك سيناريوهات أخرى. اليوم هناك مطالبات من بعض الجهات في العراق لانسحاب تركيا وإيقاف عمليات ضد الإرهاب وكثير من المطالبات. اليوم إذا يعني الجهات الرسمية تقول إن تركيا هي التي قصفت هذا التجمع السياحي في دهوك، فإنها من باب أولى ولمصلحتها، يعني أنا أقدم لها نصيحة مجانية الآن،
أن توافق على المطلب التركي أو على الاقتراح التركي بالتحقيق، ثم يثبت في نهاية المطاف أن تركيا هي التي قصفت، وفي نهاية المطاف تتحقق المطالب العراقية.